أنا مواطنة عراقية وأريد الزبدة من حديث كلام حضرتك أو زيارة لافروف إلى بغداد، لأن الحديث يدور حول أن روسيا لربما تحفزت قليلا بعد انسحاب ما يسمى بالاتفاقية الصينية، أو بعدما فشلت هذه الاتفاقية الصينية، إن صح هذا الأمر، ألا تخشى الحكومة العراقية أن تتضارب المواقف الروسية مع الأمريكية؟ هناك خلاف بين روسيا وموسكو، وروسيا بين موسكو وواشنطن، ولربما موسكو تحاول بشتى الطرق إرباك أمريكا، فهذا تخوف حتمي. يعني اول مساء الخير عليك، وانت كمواطنة عراقية، واحنا مواطنين حقيقة يهمنا مصلحة البلد، وهذا ما تحدث به السيد رئيس وزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني مع وزير الخارجية الروسي، اشار بصورة واضحة جدا ان تعاملنا مع كل دول العالم الان هو على اساس المصالح المشتركة وعلى اساس اولوية المصلحة الوطنية العراقية، وبالتالي هي بوصلة لاستدامة العلاقات بين العراق والعالم ومنها روسيا وغيرها من الدول. لكن بالمقابل اتوقع ان الان هنالك دلالة على استقلالية السياسة الخارجية العراقية، القرار العراقي ونمو وتطورها، وكذلك لابد ان يوازي طبعا تطور الجهاز الحكومي وقدراته في عملية الوصول الى ما يريده المواطن. ولذلك السيد رئيس الوزراء حريص جدا الآن على نقل هذه العلاقات نحو تنفيذ مطالب المواطن في مجال الكهرباء، في مجال الخدمات، في مجال تحديث البنى التحتية وتطويرها وإنشاء كذلك بنى تحتية جديدة، وكذلك بالمقابل تطوير الصناعة النفطية وكذلك الغاز الذي هو يعد أولوية أساسية لعملية تدفق أو عمل محطات الكهرباء التي تعمل على الطاقة الغازية، وكذلك بالمقابل في قضايا التسليح، في قضايا التجارة، وفي قضايا التعاون الطبي والتعاون التعليمي، وتعلمين أن هنالك بعثات دراسية تذهب للدراسة في روسيا، وكذلك بالمقابل في تكنولوجيا الزراعة، كذلك تكنولوجيا الأدوية وغيرها حقيقة من الحلول الموجودة لدى الشركات الروسية. لكن بالمقابل مثل ما قلت حضرتك، العراق حريص لأن لا يكون ساحة للصراع، وكذلك بالمقابل أن يكون ساحة لتلاقي الدول المختلفة من أجل صناعة حلول لشراكات حقيقية من أجل التنمية في العراق وكذلك بالمنطقة. ما يهمنا حقيقة هو عملية التسوية المالية الآن مع الشركات التي تعمل هنا في العراق وهي شركات روسية، وبالتالي نحاول من خلال الدبلوماسية العراقية، وهذا ما تحدث به كذلك السيد وزير الخارجية في الرحلة المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والحوار العراقي الأمريكي الذي سيهدف إلى الحصول حقيقة على استثناءات لعملية الدفعات المالية أو إيجاد طرق لعملية الدفعات المالية للشركات الروسية، لأن هنالك تعاملات يعني مستمرة في قطاع النفط، لوك أويل واحدة من المستثمرين الكبار الآن في العراق، لكن عملية التسوية المالية بعملة الدولار تحتاج إلى استثناءات، وهذا بالتالي ما تعمل عليه الدبلوماسية العراقية، وبالتالي ما نريد أن نوصله للمواطن هو مصلحة المواطن، أولويات المواطن هي الأجندة الأساسية للحكومة العراقية، وكذلك يعمل عليها السيد رئيس الوزراء لتطويرها وتعزيزها مع من خلال السياسة الخارجية ومن خلال العلاقات مع الدول الكبرى وفي مقدمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها، فرنسا، وكذلك بالمقابل الصين. وبما يخص الاتفاقية العراقية الصينية، اتفاقية مستمرة بالمناسبة، وهي اتفاقية تدعم باتجاه كذلك البنى التحتية، ولاحظنا قضية المدارس الصينية وكذلك الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة وفي مجال كذلك الإنتاج النفطي التي تعمل به شركات هنا، بترو تشاينا وغيرها من الشركات الأخرى التي تعمل هنا في العراق.